الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم متتبعي قناة بسمة الحلويات. أعتذر على هذا الانقطاع اللي مقدرتش نصور لكم فيه، عندي ظروف مقدرتش نصور لكم فيه الفيديوهات. نتمنى إن شاء الله يعيني ربي في الظروف هادو ونقدر نصور لكم فيديوهات جديدة. واليوم جبت لكم فيديو جديد حنقدم لكم فيه معجون تاع مشماش، تاع المشماش اللوزي. عندنا المشماش الشاشي ومشماش اللوزي. هذا المشماش اللوزي نغسلوه وننظفوه، نحيولو العلف تاعو من داخل، نحيولو العلفه تاعو كامل، الحبات نحيوهم له العلف كما تلاحظوا هكذا. نروحوا للمقادير تاع هذا. نحتاج المقادير كيلة تاع هذا المشماش اللوزي مقبى، كيما نهضروا بالدالجه، مقبى كيلة مقبى يعني مشوشيه بالدالجه. الدالجه تاعنا مشوشيه. وكيلة سكر ممسوحه هكذا تجي قد مع وكيلة ماء. ونحطوا برج ليمون. راح نديره لكم اليوم بالنسمه تاع المورفه، نديرو بالورد، ندير نسم المعجون تاعي بالورد اليوم راح نسمه لكم بالخوخ. حنحط لكم فيه قليل من الخوخ، يجي المعجون تاعنا رائع. طعمة تاع المشمش هذا اللوزي وهذا الخوخ يجي رائع. ان شاء الله تنال اعجابكم. واللي ما تحبش تحط الخوخ دير ما تنحي الخوخ، هذا تستغنى عليه، هذا باه نكهه لكم. برك راح ندير نكهه فيه تاع الخوخ. درك نعطي لكم كيف نديرو. بسم الله. نجيبو كيلة هكا، كيلو بها، راح نكيل بهذه الكيلة هكذا هذا المكيال. وانتوما كيما تحبوا تصغروا، تحبوا تكبروا، تحبوا تصغروها، تحبوا تكبروها الكيله هذه تاعكم. نحكموا هذا المكيال، نكيلوا السكر تاعنا هو الاول، حطوا الكيله تاع السكر، تجينا الكيله تاعنا هكذا ممسوحه كيما هكذا ممسوحه كيما مع الفم تاع الكيله تاعك. فرغوها، نحكموا زيدوا الكيله تاع الماء، تزيد تيجي ممسوحه هكذاك. نكيلوها قد قد هكذا قد قد ثاني هكذا. نحطوا الماء السكر مع بعضاهم هكذا، نحطوا لهم البرج تاع الليمون تاعنا هذا هكذا، ونحطوهم على النار، نخلطوهم هكذا ونحطوهم على النار. حطوهم على النار ونخليوهم يغليو، نخليوه يغلي لنا حتى يذوب لنا داك السكر تاعنا مليح وينقص شويه الكميه تاعو. نعاود نرجع ليكم نكمل لكم كيف نكملوا الكيفيه تاعنا. بعد ما غلينا السكر تاعنا والماء مع برج ليمون، ينقص المستوى تاع السائل تاعنا، ينقص بقليل هكذا، ينقص شويه، يهبط شويه المستوى تاعو. نكيلو تاعنا المشماش تاعنا، الكيله اللي كيلنا بها، المكيال هذاك اللي كيلنا به نكيلو به، تجي الكيله تاعو مقبه كيما بالدالجه مشوشيه، يعني مشوشيه مشوشيوها هكذا. نحيو البرج تاعنا تاع الليمون، نحيو البرج تاعنا تاع الليمون هذاك، ونحطو المشماش تاعنا شويه هكذا. بعد ما غسلناه نحينا له العلف تاعو. انا حابه اليوم هذا المشماش تاعي نكهو بنكهه تاع الخوخ. درت حبه خوخ، حبة خوخ، ونحطوها معاه، يجي منكه بالخوخ. أنا موالفة المعجون كامل نكهو بالورد، هذا راح نكهو اليوم بالحبة تاع الخوخ، يجي لذيذ. تجي النسمة تاع الخوخ مع النسمة تاع المشماش اللوزي يجي رائع. جربوه وردوا لي كيفاه جاكم. تكون الخوخة تاعكم مليحة حاكمة روحها، حركو هكذا. حبوا المشمش تاعنا يجينا هكذا حبات
منحركوش بزاف، تحبي تيجيك تحركيه درك هكذا خليه حتى يغلي ويعود يدير لنا هذاك الرغاوش، هذاك الكاز هذاك تاع الفاكهه تخرج من فوق هكذا رغاوش هكذا بويض، نحيوهم حنايا كيديروا نحيوك شويه وخليو الفاكهه تاعنا حتى يعقد لنا المعجون تاعنا. تحبيه يجيك فيه الماء ما تخليهش يعقدك بزاف، تحبيه يجي عاقد خليه حتى يعقد لك كيما يجيك مليح. درك انا نخليه هكذا ونعطي لكم كيفاش نحيوا له لي غاز هذوك تاعو الغاوش هذوك تاعو. كيما تلاحظوا بدا يديروا هذو الفقيعات البيض هذو لي غاز تاع الفاكهه تاعنا، نحيهم هذوك ونتصيبين نحيهم كامل، لازم تنحيهم هكذا. تخليهمش في المعجون خاطر هادو هما اللي يفسدوا لنا المعجون تاعنا كي تخبيه، وهذا المعجون تاع المشمش يجي سهل الفساد، لازم كي ديريه تحطيه في البلارات معقمين وتحطيه في الثلاجة. هكذا نخليو المعجون تاعنا هكذا على نار هادية، خليو على نار هادية هكذا كما تلاحظوا. منين يديروا هادو الفقيعات هادو الرغويش تاعو هذا نحيوه، منين تشوفيه نحيه يدير نحيه ما تخليهش حتى يعقد لنا المعجون تاعنا. من بعد نعتهو لكم درك في صحن التقديم، درك انا نخليه يعقد لي ونبقى نعس فيه هكذا نحيلو هادو لي غاز تاعو ونعتهو لكم في صحن التقديم. هاي الكيفيه تاعنا واجده كيما تلاحظوا، كي طاب المعجون تاعي ها هو وزينته بالاشقاف هذوك اللي درت تاع خوخ، حطيت له حبيبات لوز، هذا المشمش اللوزي تقدميه هكذا، كل واحد يقدم كيما يحب. هذه تقدمتها انايا هكذا، هذيك الحبه تاعنا تاع الخوخ اللي حطيناها تعطي له نكهه رائعه وتعطي له ذوق مذاق رائع، جربوه ما تندموش عليه يجي رائع. والحفاظ حافظوا عليه في الثلاجه خاطر هذا المشمش اللوزي يجي حلو بزاف سهل للفساد، حطوه في الثلاجه في البلاره يبقى لك كيما راه. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، ونتلاقى ان شاء الله معكم بمشيئه الله، نتلاقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.